نسأل الله أن يكتب لنا ولمن أعاننا وساعدنا الخير والبركة في الدنيا والآخرة. ونحن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله العمار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالرياض سابقا، ويكون عضو مجلس أمناء جامعة الفطاني. يعني نائب رئيس مجلس أعضاء مجلس أمناء مجلس جامعة الفطاني، إن شاء الله تعالى نسمع نصيحة فضيلته بمناسبة زيارته لموقع سنبني على هذا الموقع في قلب مدينة السلام فطاني، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الإسلامي بإذن الله تعالى قريبا. ونسمع من فضيلته رأيه وتوجيهه ونصيحته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره الذي هيأ لي هذه الزيارة لمدينة السلام التي زرتها أكثر من مرة، ولكني أزور هذه مرة وأنا أشعر أن الهدف والمقصود إن شاء الله بدت ثماره تتحقق، وبدت الأمور لله الحمد تتضح بأن مدينة السلام هذه هي خير المسلمين في تايلاند وفي جنوب تايلاند خاصة، بل أخص في بطاني التي نرى هذه المدينة تحقق المقصود من كونها تضم سكنا ومركزا إسلاميا ومسجدا، وتكون إن شاء الله فيها الخير للجالية وللمسلمين في بطاني. الأمر الثاني إن هذه المدينة تحقق التعاون ما بين المسلمين وتعازرهم، وتحقق كذلك أن المسلم مطالب بتنمية مجتمعه. فالمسلمون في تايلاند جميعا من شرقها إلى غربها مطالبون بتنمية وتطوير بلادهم، وهذا المشروع هو لبنة من التطوير في مملكة تايلاند. فنحن هنا ندعو المسلمين إلى الاهتمام بوطنهم وتنميته والرفع من شأنه، لأن هذا الوطن هو الذي يعيشون عليه ويعاشوا آباءهم وأجدادهم. فشكر الله لي الإخوة القائمين على هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل لطفي والإخوة جميعا على هذا المشروع الذي كان حلما ولكنه الآن أصبح حقيقة نراها أمامنا، وإن شاء الله سوف نرى الكثير الكثير. وصلى الله على محمد.
ti mai misin sud mimi wan sutai sadaqatun jariyah ketangkusan al-lairin wakaf sirau tampai bin amanai honta kong Allah เป็นอามานในหนทางของอัลลอฮ์